شاء الله هذه البداية. وانا الكلمة الوحيدة اللي نقولها صعيب شوية كان مازال واحد يسمعنا حاجة. احنا بنينا واحنا فتنا تولي زي كيف الخريرة. احنا بدينا بنيو عنا 3 سنين لازم الناس كل تبني كيفنا مش ينجموا يهزوا. اليوم نأكد انه من المستحيل نبنيه من غير وضع أسس صحيحة. جيت جديد وقاعد نبني ونعتبره اليوم صحيح. قمنا بأخطاء خاطرنا نخدم. فهمت مدام تخدم معناها تغلط ولكن تتعلم. أما قاعدين نبنيه على أسس وقواعد حقيقية صحيحة. الناس الكل تعرف اللي احنا مناش طلاب كراسي. احنا راهو ما عندناش وعود اللي نقولوه نعملوه. احزاب هذو نعتبرهم احزاب مكاتب دراسات فاشله. كل مره طالع لنا واحد جديد كانوا يحكموا وكان جاوا بديل ولا عندهم افاق راهو طبقوها وقت السلطه. اما هما ماهم الا مجموعه من الانتهازيين يبحثون عن المصالح الشخصيه وواجهه لمنظومه رجعيه. الميزانية من 20 لـ23 تصرفت بالضبط ما عنديش على فرح كرة القدم. افريقي كان في وضع في 2012 فما يمكن الواحد يزم يذكر كانوا كنا في وضعية صعبة ياسر وضعية كارثية معناها في 2012 ما فماش إدارة ما فماش عقود ما فما حد شيء. خذينا الجمعية اليوم عندها وضع فما أخطاء نغلطوا ونتعلموا ونكملوا القدام. فما قولة نحب نذكرها: قوة الحق عندما تجابه الباطل والانحراف تتحول إلى طاقة هائلة. المناطق اللي باش نلعبوا فيها شنو هي الوضعية مع شكون باش نتعاملوا نفهموها تنظيميا إداريا ما نحبوش مفاجآت. هذه جزء من باش تسهل العمل باش الفريق يكون يسافر يتحرك يلقى روحه محاط في جو طبيعي.